من بروكسل ينضم إلينا السفير الفلسطيني في بروكسل عبد الرحيم الفرة. أهلا بك سعادة السفير إلى 19. قبل أن نتحدث عن مساعي الاتحاد الأوروبي، أود أن أبدأ معك بما قاله البرلمان الأوروبي الذي دعا إلى مراجعة الدعم المالي المقدم لفلسطين. هل علم ماذا يقصد بذلك تحديدا؟ نعم، أسعد الله مساءكم. هو في الحقيقة يعني قبل التصويت على هذا القرار كاملا، يعني أنا أعتقد أنه كان هناك مؤكد أن لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي أكدت على استمرار الدعم إلى فلسطين. كان هناك حديث حقيقة على موضوع الكتب المدرسية الفلسطينية، وكان بعض النواب يطالبون بتقليص وخصم مبلغ تقريبا 20 مليون يورو إلى أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بتعديل مناهجها المدرسية والكتب المدرسية، إلا أن هذا القرار لم يتم اليوم بالمطلق بهذا الاتجاه، لكن يعني تم التصويت على الموازنة لفلسطين بالكامل دون خصم أي مبلغ. أما في القرار الذي صدر عن الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، طبعا بعض النواب أدخلوا فقرة معينة وهي تقول مراجعة الدعم. هنا يعني هم قصدوا بذلك أن يكون الدعم موجه إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، إلى سكان أول الشعب الفلسطيني كله، يعني يريدون أن يضمنوا أن هذه المبالغ وهذا الدعم الأوروبي لا يذهب إلى أي جهة أخرى إلا للسلطة الوطنية الفلسطينية. هذا ما كانوا يقصدون به عند مصطلحهم في هذا القرار مراجعة الدعم المالي لفلسطين. أذكر فقط أنه يعني في بداية الأزمة مباشرة كان هناك مفوض أوروبي طالب أو أعلن بقطع الدعم، إلا أن المفوضية الأوروبية أصدرت بيان رسمي وقالت أن الدعم مستمر ولن يكون هناك أي توقف للدعم الأوروبي لفلسطين. و أيضا كما تابعتم قبل يومين رئيس المفوضية الأوروبية أقرت مبلغ 75 مليون يورو كمبلغ إضافي عبارة عن مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة مما يتعرضون له حاليا. طيب، ما هو دور يعني أو مساعي البعثات الدبلوماسية الفلسطينية لدى الاتحاد الأوروبي للضغط في سبيل النقاط التي ذكرناها وأبرزها وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية؟ طبعا يعني دعيني أؤكد هنا أن الدور الذي نقوم به، ولست وحدي أو لست بعثة فلسطين فقط، ولكن حقيقة جميع السفارات العربية هنا ممثلة بمجلس السفراء العرب، تقريبا نتحرك سويا، نتحرك كمجموعة، نقابل جميع المسؤولين الأوروبيين بلا استثناء. المؤسسة الأوروبية كما تعلمون فيها بها مفوضية، بها مجلس الاتحاد الأوروبي، بها سياسة جهاز الخدمة الخارجي، البرلمان الأوروبي، فنحن على تواصل دائم معهم دائم. حاليا يعني نقول لهم الأولوية هي يعني الضغط الأوروبي، ويجب أن يكون ضغط فعال على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، لوقف هذه آلة الحرب فورا، وأكيد طبعا يعني على الأقل السماح بممرات إنسانية، وأن تضمن ألا تقوم إسرائيل بقصف المساعدات كما هددوا في أكثر من مرة. نجد آذانا صاغية، وأؤكد هنا أن حقيقة هناك بدأ تراجع معين في الموقف الأوروبي، وصل إلى نوع من التوازن في بداية الموضوع. كيف أستاذ عبد الرحيم؟ يعني كنت سأسألك تحديدا عن هذا الموضوع، يعني كيف يمكن أن تعولوا على موقف موحد للدول الأوروبية يمكن أن تدعمكم، ونحن رأينا الاندفاع الذي أظهره بعض القادة الأوروبيين الذين سارعوا إلى زيارة فلسطين. نتحدث عن أولاف شولز اليوم، أيضا بريطانيا وليست ضمن الاتحاد الأوروبي، ولكن كذلك كان هناك زيارة مقررة لماكرون، وبالتالي من الواضح بأنه الدول ذات الثقل في الاتحاد الأوروبي تميل أكثر إلى دعم إسرائيل. صحيح، وأنا أؤكد هذا الكلام تماما، وهذا ما نقلناه حرفيا إلى كل مسؤول أوروبي قابلناه.
حتى حينما قامت رئيس المفوضية الأوروبية أيضا بزيارة إلى إسرائيل وأبدت كل التعاطف وكل التضامن، رئيس البرلمان الأوروبي أيضا زارت إسرائيل وقدمت كل التعاطف وكل التضامن. منذ بداية الأزمة شهدنا هناك بيانات وتسابق وسباق كبير لم نرى له مثيل ولم نشهد له مثيل على مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو حتى المؤسسات الأوروبية. فالكل كان يشجب ويدين ويطالب بالأخر ويعطي الضوء الأخضر الكامل لإسرائيل، وإسرائيل لحق لها الدفاع عن نفسها. لكن بعد ذلك ومنذ بدء الهجوم على غزة وهذه المشاهد المروعة تصل إلى أوروبا، بدأ بعض المسؤولين في التراجع. طبعا الوصول إلى موقف موحد تجاه وقف إطلاق النار يبدو أنه صعب حتى هذه اللحظة. كان نقاش طويل في 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 مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ حول هذه النقطة بالتحديد، ولم يتمكنوا من وضعها في مشروع القرار. أيضا حتى هنا على مستوى الاتحاد الأوروبي شهدنا بيان مشترك، وهو البيان الوحيد الذي صدر باسم 27 دولة، ولكن للأسف حتى لم يتمكنوا وضع كلمة وقف إطلاق نار أو وقف عدوان على غزة. القمة الأوروبية التي عقدت كقمة استثنائية أول أمس أيضا لم تخرج بإجماع حول هذه النقطة بالتحديد، وقف إطلاق نار. من الواضح أنه حتى هذه اللحظة رغم البيان المشترك إلا أنهم غير متفقين على الضغط على إسرائيل في موضوع وقف إطلاق النار أو وقف العدوان. هم مجتمعين ومجمعين على نقطة واحدة فقط، هي تطبيق القانون الدولي والدولة الإنساني، أي السماح بدخول المساعدات إلى السكان المدنيين في غزة. هذه النقطة الوحيدة المجمع عليها هنا في أوروبا. شكرا جزيلا لك السفير الفلسطيني في بروكسل عبد الرحيم الفرة، كنت معنا مباشرة من بروكسل، شكرا لك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.